كلام طريف. يقال أن هناك ثلاث تفاحات لهن تاريخ عظيم أثرن في العالم وفي الوجود وفي الحياة بصفة عامة. فالتفاحات الثلاث التي انعطفت بحياة البشر، الأولى كانت التفاحة المحرمة الفرستين التي يقولوا الذنب الأول، التي أكل منها أبونا آدم وخرجنا بسببها من الجنة إلى حيث الشقاء والمنافسة والمعاناة والخوف والمسخ والتطرف، يكفي كل شيء إلا من رحم ربك. إذن من الرزق كل ساق في عالم فيه كل شيء لا بد لك من التعب لتحصل عليه، وإن حصلت عليه لا بد لك من مضاعفة الأتعاب لتحافظ عليه. هذه هي التفاحة الأولى التي يسري مفعولها إلى الآن، والثانية هي التي وقعت فوق رأس نيوتن، وليتها وقعت فوق رأس غبي فيحسب الحدث أمرا عاديا ولا يدخلها إلى الفيزياء ليصدع بها رؤوس الطلبة والممتحنين عبر العصور وعبر الأزمان. وهي تفاحة نيوتن، ليتها وقعت على بوخنسة ولا أبو ولا بهلال حمادة بهلال ولا أو أي أحد لا يملك ذرة من عقل، أي أحمق أو أبله، فتذهب قصتها أدراج الرياح ولن يسمع بها أحد ولن تصل إلى كل ما وصلت إليه من إحداث ثورة كبيرة في الفيزياء، حتى أصبحنا نقتل بالفيزياء بعضنا البعض. أصبحت أسلحة الدمار الشامل، وأصبحت نظرياتها يستغلها بعض المرضى في العالم وبعض الحاقدين وبعض الحساد وبعض المتكبرين ليصلوا إلى أغراضهم هم فقط ويسكتوا بها الأفواه. أما الثالثة فظهرت عام 1976 حين أسس ستيف جوبز شركة أبل التفاحة، وتعرفت البشرية كلها لأول مرة على ما يعرف بالكمبيوتر الشخصي الذي الآن أصبح يسيطر على عقول الناس، وأصبح يسيطر على أوقات الناس، وأصبح يفكر مكان الناس، وأصبحت أسرار الناس معروضة يعرفها البادي والقاسي والداني، ويطلع عليها النفوس المريضة والنفوس الطيبة وكل شيء. إذن هذه هي الثلاث تفاحات. الله يجزينا، راه كاين تفاحات اخرين غير ما شفناها، ربما كاين شي تفاحة اللي غير نسى شي واحد وغلت كاع التفاح على عباد الله الى يومنا هذا. مابقاش كاع التفاح باين ينزل من على 25 درهم، ملي كنا كنشريوه ب 8 دراهم و 7 دراهم. هذا هو، هذه هي التفاحات اللي زيد عليها هاد الربعة، هادي حتى هي اللي طلعت التفاح ثمن مبغضة ينزل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا إلى اللقاء. هذه طرفة فقط، لأن الإنسان يجب عليه أحيانا أن يأخذ وضع المسائل في نصابها. فهناك أشياء تغير، مثلا تفاحة نيوتن لو لم تقع على رأس نيوتن الذي يمكن أن نعتبرها هذا اللخص سود بريكس دو كامزباك، يعني آخر حاجة لوصلت العالم نيوتن إلى قانون الجاذبية. علاش قال لك ما طلعت لفوق، علاش نزلت؟ كون كان شي حفلة يعتبر داك الشيء عادي، شكون كاع كنا تحت الكرامات وتحت
غير زاد هذا زاد فيه بعد التفاحة. سبحان الله العظيم، شوف علاش التفاحة، باش تذكرنا بديك التفاحة الأولى اللي كتعتبر أول ذنب اقترفه الإنسان على نفسه، بلي قال بلي قال الله لا أنتم عيشوا فيها رغدا في الجنة، آدم وحواء لا تأكلوا من هذه الشجرة، الشجرة الواحدة، وما تأكل ديك الشجرة، وكل واحد يسمعها وهي وما ما ذكرهاش في القرآن بالأوصاف ديالها ولا بالمهم الشجرة، ما قال لك لا ولا تفع على ولو، ولكن قال لك كاينين الإسرائيليات اللي كيشرحوا شي مسائل، كاين واحد التفسير، كاينين الناس اللي كياخذوا بالإسرائيليات كما كيقولوا، يعني كيرجعوا للكتب القديمة باش يحاولوا يفسروا شي أمر اللي ما القرآن عطاه كقصة فقط للانتباه، ولكن هما بغاو يتوغلوا بغاو يعرفوا الأسماء ويعرفوا يحددوا الحوايج. وديك الساعة ملي قال لهم الله سميتوش عليهم الشيطان، راه قال لهم غير ما بغاكمش يكون عندكم الخلود. الإنسان ديما بحال ديك قدام موسى قال سميتها النملة اللي قال لها الله سميتها الجناحين، كل ما عندها الجناحين غتبقى في الأرض سارية بخير الحمد لله وتعيش، وإني ملي دار ليها الجناحين قلدت ناموسة مشات مع مشات مع العافية وتحرقات. هادشي اللي وقع. المهم خواطر الصباح، إلى اللقاء. هذا من التفاح راتي راه كيقولوا لك الأطباء حتى هما راه أن أبل a day keeps the doctor away، تفاحة في اليوم قد تقيك من الطبيب، وقاية من أن تذهب حتى إلى الطبيب، يعني وقاية من المرض. شوف تفاحة شحال فيه من حكاية، مازال ما دخلنا اليقطين. المهم إنسان راه بعض المرات كتقتل فيه ديك ملكة النقد، كيصرت كل شيء ما تصرتش كل شيء، راه عطانا الله العقل باش نفكروا فيه ماشي باش غير نكلاسيوه ولا غير خلعنا. العقل راه من يجي او منه ومن يجي الخوف حتى هو، إلا ما خدمتيه مزيان. إلى اللقاء.